استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير سماحة الشيخ محسن عبد الحسين العصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية والهيئة العامة للمواكب الحسينية، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة انتهاء موسم عاشوراء، حيث رفعوا إلى المقام السامي أصدق مشاعر الوفاء والإخلاص والولاء، معربين عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والتقدير على توجيهات جلالته السامية لمختلف الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات والتسهيلات خلال مناسبة عاشوراء مما أسهم في إنجاحها. وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب، ونبدأه بتلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي بكم بمناسبة الانتهاء من مراسم إحياء ذكرى عاشوراء كأحد المناسبات الدينية الهامة التي يحتفي بها العالم الإسلامي ويحرص جميع المسلمين على توقيرها وتكريمها بالذكر والصيام وتلاوة كتاب الله والتفكر في قيم الإسلام ومبادئه الموحدة والجامعة للمسلمين على اختلاف مذاهبه، والتي تطالبهم بالاعتدال والتسامح والرحمة والتصالح ومعايشة سماحة ديننا الحنيف اعتقاداً وقولاً وممارسة. وبالنسبة لنا في مملكة البحرين، فلطالما حرص المجتمع البحريني على أن تحظى شعائر يوم عاشوراء ومراسم إحيائها بالتقدير والاحترام، وهي خصوصية تاريخية تنفرد بها مملكة البحرين ولا زالت حتى يومنا هذا، ولله الحمد. ونحن إذ نفخر بما تنعم به البحرين من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية دون أدنى شعور
بفرقة أو تمييز، نود التأكيد على أن الحفاظ على هذه المستويات الرحبة من الحريات الدينية هي مسؤولية مشتركة، وعلينا جميعاً أن نحافظ على هذا النموذج المتحضر والحاضن للتعددية الدينية والمذهبية بتعايش وانسجام، وبما يعكس الخلق الرفيع والشيم الأصيلة لأهل البحرين الكرام واحترامهم لنسيجهم الاجتماعي وعيشهم المشترك على مر العصور. ولا يسعنا في الختام إلا أن نعرب عن شكرنا للوزارات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية الموقرة على ما بذلت من جهود رفيعة المستوى، سواء من خلال تقديم الخدمات الأمنية أو المجتمعية، والتي ساهمت بشكل كبير في إحاطة الشعائر بالعناية والحماية اللازمة. ونتقدم كذلك بالشكر لإدارة الأوقاف الجعفرية والقائمين على المآتم على حسن تنظيمهم ومتابعتهم الحثيثة لإنجاح موسم عاشوراء، مقدرين للجميع لما أبدوه من تعاون طيب، سائلين الله جلت قدرته بأن يجعل مملكتنا على الدوام الوطن الحاضن لقيم السلام والتسامح والتعايش، وأن يديم المحبة والأخاء على أهلها الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة يلقيها فضيلة الشيخ محسن عبد الحسين العصفور رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد المصطفى الأمين وعترته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصحاب السمو والمعالي، الأخوة الأعزاء الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية وموظفي الإدارة ومنتسبيها ورؤساء إدارات المآتم في مملكة البحرين أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التقدير والامتنان والشكر والعرفان على ما تولونه جلالتكم حفظكم الله من رعاية واهتمام بمراسيم إحياء ذكرى عاشوراء السنوية في مملكتنا الغالية، في إطار من الوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية والتعايش في ظل روح الأسرة الواحدة. ونثمن عالياً توجيهات جلالتكم الدائمة والدائبة وبدعم من حكومتكم الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارات الدولة ومؤسساتها بتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات للمآتم والمواكب والروضات الحسينية والمضائف، منوهين بالجهود والخدمات النوعية المقدمة من كافة أجهزة الدولة وتعاون وإسناد الجهات الأهلية. ونشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بكافة إداراتها لإنجاح هذه المناسبة بإشراف مباشر من معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ومتابعة محافظي المحافظات الأربع والمسؤولين المعنيين بالوزارة لبسط الأمن وتأمين حضور المشاركين بإحياء هذه المناسبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتسهيل إجراءات دخول الخطباء والرواديد من الخارج، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية
وتأمين المسارات وتوفير الخدمات الأمنية والاحتياجات الضرورية التي تتطلبها إحياء هذه المناسبة، كما نشيد بجهود وزارة الصحة وحرصها على المشاركة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمشاركين في إحياء موسم عاشوراء من خلال الحملات التوعوية وتواجد سيارات الإسعاف بمعية الطواقم الطبية، إضافة إلى جهود وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني التي تبذل جهوداً مضاعفة بتكثيف حملات النظافة في مختلف المناطق، خصوصاً مسارات المواكب، حيث كان العمل متواصلاً على مدار الساعة لتأمين نظافة الشوارع والطرقات، علاوة على المبادرات التي توليها هيئة الكهرباء والماء وغيرها من مؤسسات الحكومية التي تتضافر جهودها مع كل مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المآتم والمواكب والمضائف للخروج بموسم عاشوراء على النحو الأكمل. صاحب الجلالة، إن هذه المناسبة الدينية الخالدة متأصلة في وجدان هذا البلد قيادة وشعبا، وكانت محفوظة مصانة على مر السنين ومحل عناية خاصة من حكام البحرين أجدادكم وآبائكم الكرام الذين كانوا يؤلون المساجد والمآتم والمواكب وسائر الشعائر المرعية أيما رعاية وعناية ودعم سخي تواصل بل تضاعف في عهدكم الزاهر، وخصوصاً في مناسبة عاشوراء التي تولونها جلالتكم وحكومتكم الموقرة أقصى مراتب الرعاية والاهتمام، مثمنين عالياً مكرمتكم السنوية السامية للمآتم والروضات الحسينية التي تمثل سنة حميدة منذ عهود آبائكم الكرام كابراً عن كابر، وتوجيهاتكم الكريمة لحكومتكم الموقرة بمتابعة احتياجات دور العبادة وكفالة ممارسة الشعائر الدينية في أجواء من الأمن والتسامح والطمأنينة وتقديم ما يلزم من تسهيلات وخدمات على كافة الصعد، فضلاً عن تخصيص عطلة رسمية في مناسبة عاشوراء تعطل فيها الدولة وكافة وزاراتها ومؤسساتها في يومي 9 و10. إننا يا صاحب الجلالة نثمن توجيهاتكم الكريمة بأهمية الحفاظ على هذه المناسبات العريقة بعيداً عن التسييس والتوظيف الطائفي البغيض، والحفاظ على خصوصيتها الدينية بعيداً عن الأجندات الحزبية، والعمل على ترسيخ قيمها الإنسانية الراقية وما ترمز إليه من مبادئ التعايش والإخاء بين جميع أبناء مملكة البحرين تحت راية وحدتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية السامية المشتركة الجامعة التي يحفل بها تراثنا الإسلامي المأثور عن خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطاهرين عليهم السلام وأصحابه المنتجبين رضوان الله عليهم. صاحب الجلالة، إن إدارة الأوقاف الجعفرية بدأت استعداداتها المبكرة لتنظيم موسم عاشوراء لعام 1439 الموافق لسنة 2017، حيث وضعت خطة متكاملة لضمان نجاح هذا الموسم وإحيائه على أكمل وجه، وذلك بتقديم كل التسهيلات اللازمة لموسم عاشوراء تشمل التنسيق والتواصل مع جميع الجهات الرسمية وتطوير منظومة من الخدمات تغطي جميع مآتم ومواكب وهيئات العزاءات المركزية والمضائف على مستوى المحافظات الأربع، وشاركت في اجتماعات تنسيقية داخل وخارج الإدارة مع الجهات الحكومية والمآتم إلى جانب التعاون والتنسيق المباشر مع رؤساء وممثلي المآتم وجميع منظمي مواكب العزاءات المركزية. وختاماً، لا يسعنا إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، ويمدكم بعونه وتسديده لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء والإصلاح في مملكة البحرين. بقيادتكم الحكيمة والشامخة ومؤازرة حكومتكم الموقرة وشعبكم الوفي، راجين من الله عز وجل أن يعود هذه المناسبات على جلالتكم وعلى شعب البحرين الكريم بالعزة والمنعة والخير والرخاء، ودمتم يا صاحب الجلالة بعون الله سالمين وموفقين، ودام العز لمملكة البحرين
تحت قيادتكم المحنكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.